موجز الأنباء من قناة i24 نيوز، أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا ليصل إلى 12 حالة، وذلك بعد تسجيل حالتي وفاة جديدة اليوم، فيما تجاوز عدد الإصابات 3000. ووافقت الحكومة على انتشار الجيش الإسرائيلي إلى جانب قوات شرطية للقيام بمهامها بناء على توجيهات وزارة الصحة والحكومة لمنع تفشي الوباء. أعلنت الحكومة الفلسطينية تسجيل 7 حالات جديدة في الضفة الغربية، وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إنه تم اكتشاف 5 إصابات في قرية بدو قضاء القدس واثنتين في بيت لحم، وأوضح أن إجمالي الإصابات في الأراضي الفلسطينية ارتفع إلى 91، فيما سجلت حالة وفاة واحدة. أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إصابته بفيروس كورونا. على مدى 24 ساعة الماضية عانيت من أمراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية. أخضع للعزل الذاتي الآن، لكنني سأواصل قيادة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس. وإلى إسبانيا، حيث أعلنت السلطات الطبية عن وفاة 769 شخصا خلال 24 ساعة، وهي أكبر حصيلة منذ بدء الأزمة، وبلغ إجمالي الوفيات أكثر من 4800 شخص، وتجاوزت إسبانيا في يوم واحد ما سجل في إيطاليا التي أحصت 662 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. أشارت آخر الإحصائيات المتابعة لتفشي فيروس كورونا في العالم إلى أن الولايات المتحدة أصبحت الدولة الأولى عالميا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس، متخطية بذلك الصين بعد أن وصل إجمالي الإصابات إلى 82 ألف حالة. نهاية الموجز، نلقاكم عند رأس الساعة، إلى اللقاء.